بسم الله الرحمن الرحيم. أيها الحفل الكريم، مشاهدينا متابعينا في كل مكان، أجدد لكم التحية مرة أخرى وأرحب بكم أجمل ترحيب مشاهدينا الكرام مع انطلاقة أشواط الأصالة والتراث مع هذه التحديات المثيرة والمميزة بانطلاقة مهرجان السنوي لسباقات الإجري العربية الأصيلة على سيف حضرة صاحب السمو الشيخ حمد بن خليفة آل ثاني حفظه الله ورعاه من كل سوء ومكروه. نتواصل معكم مشاهدي الكرام، والتواصل مستمر في أرضية ميدان التحدي والمنافسة بين الأخوة الملاك والمضمرين الذي تواجدوا بأرضية هذا الحدث الهام والكبير والمميز بانطلاقة أبناء القبائل مع الإجداع البكاري والقعدان بالفترة الصباحية. مشاهدي الكرام، الشوط العاشر وشوط الإجداع القعدان من 6 كيلومترات تتواصل تحديات هذا السن وهناك. 6 كيلومترات هي الرحلة مشاهدي الكرام المتواصلة مع هذه الشعارات المميزة. أسير معكم ومع المقدمة هناك سراب لسعيد بن بخيت بن ناصر العامري على أول المراكز، المركز الثاني هناك كيف من يتواجد مع محمد بن فهيد بن بيشان العجمي مع ثاني المراكز، المركز الثالث. مشاهدي الكرام متابعينا في كل مكان، من يتواجد بتحديات المركز الثالث الفايز ابو راكان المطوع النابت المري ينطلق بتحديات المركز الثالث مع الفايز. المركز الرابع مشاهدي الكرام هناك السيارة بهذه اللحظات السيد بن قزول العامري هو الأقرب لناموس هذا الشوط، هو الأقرب لتحديات السيارة الذي تنتظره عند خط النهاية. تهانينا وألف مبروك للسيد بن قزول العامري على فوز بحر بناموس هذا الشوط ووصوله إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس. تهانينا وألف مبروك. المركز الثاني وصل المدير لسعادة سليمان بن حمد بن سليمان الجبري، المركز الثالث يصل هملول للسيد عبد الله بن طالب بن فيصل المري، المركز الرابع يصل شعار عبد الإله بن رويش الجهني مع معاند المركز. المركز الرابع الطائر متعب بن طالب بن شريم المري، المركز الخامس. مشاهدينا الكرام التوقيت الزمني ساعة وصول بحر إلى خط النهاية، معلن الفوز والناموس 9 دقائق و25 ثانية و10 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك للسيد بن قزول العام للمركز الثاني. مشاهدينا الكرام وصل بهذه اللحظات المدير بتوقيت زمني وقدره 9 دقائق 30 ثانية و48 أجزاء من الثانية. تهانينا وألف مبروك لسعادة سليمان بن محمد بن سليمان الجبري. المركز الثالث مشاهدينا الكرام وصل هملول مع المركز الثالث عبد الله بن طالب بن فيصل مري بتوقيت زمني وقدره 9 دقائق 30 ثانية 89 جزءا من الثانية.